السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في قناة أخبار ومعلومات يومية. شكرا على المتابعة. التحولات السياسية والاجتماعية في أوروبا. مثل ظهور البرجوازية أهم التحولات الاجتماعية التي عرفها المجتمع الإقطاعي، الذي أخذ في التفكك في بداية الحقبة الحديثة في أوروبا الغربية، خاصة مع بروز الحكم المطلق الذي جسد أبرز تحولاته على المستوى السياسي. ما هي أسباب تفكك النظام الإقطاعي وظهور الطبقة البرجوازية؟ هناك عدة أسباب اقتصادية، حيث تأزمت الفلاحة بالبوادي وازدهار التجارة بالمدن واستخدام النقود بدلا من المبادرات العينة. حيث كان قبل ظهور النقود، كان الفلاح يعمل لدى أسياد الأراضي ويعطيهم طعاما في مقابل عملهم عنده. أسباب اجتماعية: ثورة الفلاحين والأقلان على ظلم الأسياد وهجرتهم إلى المدن، حيث أدى هذا العامل إلى ظهور الطبقة البرجوازية والعاملة. أسباب سياسية ودينية: تطلع البرجوازيون إلى السلطة ومساندتها للملكية المطلقة. والأسباب الدينية: الإصلاح الديني والحروب الطاحنة. ما هي التحولات السياسية في أوروبا ووسائل بناء دولة الأمة؟ التحولات السياسية التي عرفتها أوروبا خلال القرنين 15 و16 وظهور التنظيمات السياسية التالية: الدولة الحديثة. نشأت بأوروبا الغربية بعد نهاية القرون الوسطى، وتميزت بارتكازها على الفكر العقلاني وانفصالها التدريجي من الفكر الديني. الدولة المدينة. مدن مستقلة بقوانينها وأحكامها ومؤسساتها السياسية والاقتصادية، مجالس بلدية ومصارف، امتدت بالأخص في إيطاليا وألمانيا. الدولة الأمة. تقوم أسسها على الحكم المطلق للحاكم، الذي يجسد الدولة المتركزة على الأمة والشعور القومي بدل الانتهاك الديني والولاء للخارج. وقد امتد هذا النظام بإنجلترا وفرنسا.